اليوم دوري بلس كان شريك في اختيار الجوائز الأفضلية في كافة الفئات. صحيح، دوري بلس عادة يكون داعم وشريك استراتيجي مع الرابطة ومع الاتحاد السعودي لكرة القدم. هذه الشراكة طبعا ما هي شراكة جديدة، فالسنة هذه كان في زي ما تقول طلب من الرابطة أنه نكون شريك استراتيجي وشريك تقني في مسألة التصويت. كانت الفترة قصيرة جدا، ولكن الحمد لله استطعنا خلال أسبوع إلى 10 أيام أنه يكون النظام عندنا جاهز للتصويت، قابل لاستيعاب عدد كبير من المصوتين، المدربين، اللاعبين، الكل. كانت عملية التصويت صراحة غرفة عمليات عندنا في دوري بلس لم تتوقف من يوم ما بدأ التصويت إلى اليوم المغرب أو تقريبا إلى الساعة 8، والتصويت كان يعني أقول لك لم يتوقف أبدا، تجاوزنا حاجز 50-60 ألف صوت. العام القادم بإذن الله تعالى نقول أنه يكون أفضل وأفضل، ونطلع بتقنيات جديدة تفيد الرابطة وتفيد الاتحاد السعودي وكرة القدم السعودية بشكل عام. نتكلم أنه أول موسم لدوري بلس كناقل رسمي، موسم طويل صعب شاق مليان تحديات، كيف شايف هالموسم؟ والله شوف يا عبد العزيز، يعني انت احد الشباب اللي كان معانا يعني في هذه الرحله كانت صعبه جدا، كانت شاقه جدا. دوري بلس كان بالعاده متعود انه يكون هو ديجيتال، يكون على الانترنت، على المنصات. تحدي التلفزيون والصحافه التلفزيونيه والنقل التلفزيوني عمل وجهد جبار جدا. الشباب وانت اولهم يعني تعبوا معانا الموسم هذا، كان موسم صعب جدا علينا يعني في التحديات اللي كانت موجوده، ولكن الشباب المؤهل، الشباب اللي يحب عمله، عندنا مجموعه ممتازه جدا من خيره الشباب في دوري بلس، نقدر نقول انها تجربه جميله، تجربه ناجحه رغم التحديات اللي كانت فيها، لانه التحديات والصعوبات اللي كانت تواجهنا، خاصه الصعوبات اللي تجي قبل المباريات بوقت ضيق، كنا نعتبرها يعني تحدي وشيء جميل للنجاح. والحمد لله يعني انت شايف نهايه الموسم حققنا ارقام كثيره وكسرنا ارقام قياسيه سابقه كانت في دوري بلس، والحمد لله هذا النجاح بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الشباب وانت اولهم عبد العزيز وزملائك. انا بضمن الاجازه الحين على الكلام هذا. والله شوف انا احتمال ما اعطيك اجازه الا بعد العيد. هذا اللي بقوله، المشكله انه لسه اليوم حافل الجواز، انت مرتب اجتماع على نهايه الاسبوع للموسم الجاي. عندنا اجتماع الاسبوع الجاي، عندنا دوري المدارس، عندنا رياضات اخرى حنبدا ندخل فيها باذن الله تعالى، وعندنا اجتماعات مع اتحادات رياضيه في السعوديه ايضا. فجهز نفسك لموسم، يعني موسمك بدا من الان، ما انتهى موسمك. عندنا دوري المدارس الان قائم، ففي الموسم مستمر يا عبد العزيز، ما خلص. انا عن نفسي ماني ماخذ اجازه، جالس معاكم. خليني بسألك، بالنسبة للمتابعين اللي ينتظرون الدوري الموسم الجاي على دوري بلس، ايش التجهيزات؟ التجهيزات بإذن الله تعالى ما أبغى أحرق على المتابعين، ولكن أقول أنها أفضل، حتكون إن شاء الله مستوى التقني فيها أعلى، الجودة أعلى، الأسماء اللي حتكون موجودة معنا إن شاء الله أسماء قوية. على أرض الميدان حنقدم بإذن الله تعالى تغطية حصرية، مواد جديدة ومختلفة، وحتى طريقة تصويرها حتكون مختلفة، طريقة الإنتاج حقتها حتكون مختلفة. حنحاول ناخذ الآن المشاهد والمتابع السعودي إلى نقلة تقنية جديدة في الدوري والرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.